الشق النفسي قد ايه ليها عامل كبير جدا على معظم اللعيبه، مش كله، ما اقدرش اقول كله لان برضو بتختلف من شخصيه لشخصيه طبعا. ولكن المثال اللي انا هضربه هو بمثلا محمد شريف وقفشه مع تجربتهم في المنتخب والمستوى اللي كانوا فيه قبل وبعد، اللي كلنا حزننا الى حد ما لان هم لم يقدروا بالشكل اللي يستحقهم. انا بدي امثله يعني في كذا مثال اخر برضه عشان الناس هتبقوا متابعين. فبتشوف ده ازاي؟ ونتمنى ان ده فعلا لا يكرر مره تانية مع كابتن ايهاب. ورغم كده انا اشعر من الناس اللي عندها ثقه ان ده اصلا مش هيحصل، لان كابتن ايهاب برضه في الاول وفي الاخر شخص على درايه بالداخليات دي اكتر من اي مدير فني اجنبي برضه في الاول يعني. انا ممكن تذكرت نقطه اقول لازم اذكرها في البدايه. سنه 84 كان عندنا دون ريفي مدرب انجليزي، مدربين الكبار جدا، كان مدرب منتخب انجلترا وكان بيهتم باللعيبه المصابه بالناحيه النفسيه اكتر من اللعيبه الاساسيه الموجوده عنده. يعني كان دايما العناصر اللي عندها اصابات كان بيتمرنوا فتره قبل ما نبدا احنا التدريب الاساسي، كان بيجي بدري ويتابعهم ويتابع مع الدكتور ويتابع مع المعالج. يعني كانت نقطه كويسه جدا، فهي الناحيه النفسيه مهمه جدا. وزي ما حضرتك قلتي موضوع يعني قفشه ومحمد شريف ما فيش شك اتاثروا بشكل سلبي جدا في فتره المنتخب دي، وهم كانوا متالقين الحقيقه، وانما هي وجهات نظر في النهايه. ودايما اللي بيلعب في يعني بيبقى متواجد 30 لعيب والاساسي راحوا متالقين ورجعوا يعني محبطين بالظبط. ما فيش شك كانت ليها تاثير سلبي عليهم. بس انا هنا النقطه برضو لازم يعني اللعيب يكون متحمل المسؤوليه جدا، والمفروض الموضوع بالعكس يزيد اكثر يعني يكون اكثر اصرارا ان هو يثبت ان هو يستحق فعلا اللعب الدولي ويكون له دور والاخره، ما يبقاش ليها تاثير سلبي عليه ويبتدي مستواه يتاثر بالتدريب نفسه لمصلحته هو قبل اي حاجه. طبعا طبعا. يعني هي النقطه دي قد يكون المدرب له وجهه نظر معينه، بس لا انا لازم اكون عندي اصرار ان انا اثبت، ولازم يكون عندي ثقه في نفسي وشخصيتي قويه، واثبت ان انا فعلا جدير ان انا يعني اكون ليا دور بشكل كبير بشكل اساسي وبشكل مهم في الفريق. فانا بعتقد ان اللي يحسب على يعني قفشه ومحمد شريف قد يكون الموضوع ده اثر بشكل سلبي، هم مش عايز اقول استسلموا بس اثرت بشكل، انما يعني حتى اثرت عليهم في رجوعهم في النادي الاهلي. أيوة بشكل طبعا. كبير. ايوه طبعا. وبعدين بقالنا فتره طويله شفنا استقبال كمان بيتسو موسيماني لمحمد شريف ولقطه كده ناس كتير وقفوا عندها وهو يعني بيطبطب عليه وخده في حضنه في اول رجوع ليه بعد العوده من المنتخب. لا طبعا كان باين الانهزاميه اللي رجعوا عليها. بس بقالها فتره انا خلاص بقى الموضوع ده زي ما قلت مهم جدا. بالعكس انت شخصيه اللاعب وثقته في نفسه بتبان في فترات الاحباط، بعيد لا قدر الله عنده اصابه طبعا. عايز يرجع، هي الفترات دي. انما طول ما انا الحمد لله ربنا موفقني وسليم وبادي بشكل اساسي ماشي كويس. بس برضو المدير الفني عليه عامل كبير جدا يعني طبعًا. دي حاجه تحت مسؤوليته في الاول وفي الاخر يعني طبعا. بس هنا برضو لازم يعني انا بتكلم شخصيه المدرب وشخصيه اللاعب وثقته في نفسه والاصرار والصفات الاراديه اللي تكون المفروض موجوده عنده، انا شايفها اهم من تاثير المدرب. انا اتخطى هي بتفرق برضو من شخصيه لشخصيه. حضرتك قادره طبعا ايام يعني الجيل بتاع حضرتك برضو كابتن محمود هتلاقي كان في شخصيات كده وشخصيات كده، بيبقى البعض مثلا لصغر السن او لقله الخبره محتاج دعم. يعني ما كانش ده هيبقى اساسي لو او كان هيبقى ثانوي لو قصه مش مهمه لهذه الدرجه. ده كل المنتخبات الكبيره والفرق الكبيره عندها، او احنا كان عندنا ايام مانويل خوسيه برضو كان عندنا اللي هو الطبيب مش طبيب نفسي بس يعني اخصائي نفسي كان موجود ملازم للفريق. ربما دلوقتي ما عندناش بس الاهميه في فرق كتيره جدا ومنتخبات عندها طبعا. بس مهم. هو ده التنافس ده مستمر مش هيبقى طول ما انا في الملعب اكيد. يعني اقصد المواقف ديت بتبقى بطريقه او باخرى بمستوى احنا اللي بنرجوه ان بس هي متواجده طبعا. احنا اللي بنرجوه ان الفريق عندنا بعد كده لا يتاثر يعني بعد خروجه من المنتخب، وبنتمنى اكيد ان هم يثبتوا نفسهم كل الفرق يعني المضمومه او اللي انضمت للمنتخب المصري، لان كل ده بيعود في الاول وفي الاخر للجماهير المصريه بالخير. فان شاء الله يعني ان شاء الله. وحتى اللعيب الاساسي هو موجود في التنافس ده على طول.